أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إيداء للحديث الأميم وليم كرسول الله جاءك بإذا الكريم تألى باسم منتقيم فإن من جودك الدنيا وورثها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمام لا ألا رحمة ربي هنا يقسمها تغطي على أسباب العصيان في القسام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال يا عزيم واغزل لصحب صلاة منك دائبة على النبي بمنعلم ومنسجيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والعلم والكرم بار النحات عذابات الباهر والسبا وأطراف العيسى حاد العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وأبي عبيدة وابن عوف العاشر الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.